السلام عليكم ورحمة الله. أحر هناء ليوم العربية العالمي، وهذا المنظوم من ثاني الكامل، هنا بها الشاعر المشهور المولوي علوي قطي الكوتوري. استمعوا هذا المنظوم في صوت أختكم دلنا شيرين. وهل ليوم عالمي هاني للساننا العربي بالعذان، من هيئة الأمم اتحاد العالمين، منحوا لها قدرا بأرفع شان. يأتي ثمان بعشرة من أول قانون عظاما مدى الأزمان، طوبى لذي اللغة الكريمة إنها الإنسان. طوبى فطوبى للذين تحببوا ها لهجة هي مخزن العرفان، في هيئة في العالم بتناسب الأجيال والبلدان، والله فضل بعضها من بعضها بمزية التكريم والتبيان. وخصائص العربية الفصحى ترى عددا كثيرا لا تهد بعاني، وهي الفريدة في العلو طلاوة وبلاغة قد فاق كل لسان. لا يعتري مسخ ولا نسخ لها، محفوظة بعناية الرحمن. أعلى يا أيها الخلان قوموا قيدوا ذا اليوم تغريبا من الألوان، بتكلم وتناشد ومسارح ومقالة وبسائر أفناني. يا بنت عدنان إليك تبددي، أنت الجميلة مثله رهسان.